السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بحاتي وبرنامج العزومة، وحلقة جديدة ان شاء الله يكون فيها وصفات حلوة تنال اعجابكم. في البداية كل سنة وكل الأمة الإسلامية بألف خير وسلام وسعادة ان شاء الله، وتكون سنة سعيدة علينا جميعا بإذن الله. النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا وجميلة جدا، تقدري تعمليها في عزومة، سيرفيس محترم شكله حلو قوي وكمان طعمه بقى هايل جدا. هنعمل مع بعض النهاردة شيش طاووق بالرز البسمتي، ان شاء الله طبق هايل جدا، ان شاء الله كمان يعجبكم وتجربوه. هنعمل مع بعض كمان كيك القهوة، من الكيكات اللذيذة جدا لعشاق القهوة بقى. وعندنا كمان سموزي الكريز. تعالوا بينا بقى نبدأ أول وصفاتنا ونشوف هنعمل إيه. أول وصفاتنا هتكون رز بالزعفران والشيش طاووق. نقول مقاديرنا، عندنا كوبايتين من الرز البسمتي. حاولي تختار الرز البسمتي يكون طويل الحبة، يكون كمان لونه موحد، ما تلاقيش فيه نقط فيه أو أي ألوان مختلفة. كمان يكون رفيع عشان يديكي نتيجة هايلة. يبقى كوبايتين رز بسمتي منقوع نص ساعة ومتصفي. عندنا معلقتين كبار من السمنة، 6 كوبايات من الشوربة، يبقى 3 كوبايات رز، 6 كوبايات شوربة، نص كوباية زبيب، نص معلقة صغيرة من الزعفران البودر، عندنا 2 عود من القرفة الخشب، 5 حبات قرنفل صحيح، و5 فصوص حبهان صحيح، و5 حبة فلفل اسود حصى. ده كده مقادير الرز. عندنا بقى مقادير الشيش. عفوا، عندنا كيلو شيش، تقدري تستخدمي الصدور وتقدري كمان تستخدمي الاوراق، والاوراق طبعا افضل، بتبقى قطرة وطعمها افضل يعني. عندنا بقى فلفل رومي مكعبات، وطماطم مكعبات، وبصل مكعبات، كلها مكعبات متوسطة، يعني ربع كيلو كده من كل حاجة. تمام كده، دي الشيش. التتبيلة بقى بتاعت الشيش هتبقى عبارة عن معلقة كبيرة من الثوم المهروس ناعم جدا، ربع كوباية عصير ليمون أو برتقان على حسب المتوفر، نص كوباية زبادي، ربع كوباية من الزيت، ومعلقتين كبار من الكاتشب، ومعلقة كبيرة من البصل البودر، رشة قرفة بودر، وعندنا كمان معلقة صغيرة من الزعتر، حبهان بودر، كمون، ملح، وفلفل اسود. دي مقادير التتبيلة بتاعة الشيش طاووق. عندنا كمان بطاطس هتتقدم في نفس الطبق. البطاطس دي هتكون بطاطس مكعبات، يعني طبعا الكمية على حسب ما تحتاجي. انا عاملة كيلو النهاردة، يبقى كيلو بطاطس متقطعة مكعبات، ربع كوباية زيت، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة توم بودر، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الشطة لو حبيتي، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وهنزين بحلقات بصل محطوط لها سماء. دي مقاديرنا النهاردة. ممكن تكون المقادير كتيرة لأنهم 3 حاجات في طبق واحد، بس طبق متكامل وطعمه بقى جميل جدا، وشكله كمان في التقديم حلو قوي. يلا بينا بقى نشتغل. هنبدأ الأول طبعا بالشيش، وزي ما قلنا في البداية أن الشيش ممكن تستخدمي فيه صدور الفراخ، عشان في ناس ما بتحبش الأوراك، بس أنا بفضل الأوراك لأنها بتبقى طرية أكتر وما بتنشفش كتير. هنقطعها مكعبات متوسطة بعد ما نكون غسلناها كويس جدا وصفناها كويس جدا جدا. يبقى دايما التقطيع بتاع الفراخ بيجي بعد الغسيل عشان ما يبقاش فيه سوائل كتير، وكمان الفراخ تبقى محتفظة إلى حد ما بكل الفايدة بتاعتها، ما تنزلش في المية. ادي مكعبات الشيش بالشكل ده، تمام، عايزينها مكعبات متوسطة الحجم، هنحطها كلها هنا، وانزل بقى عليها بكل التتبيلة. عندنا عصير ليمون او برتقان اللي متوفر عندك تقدري تحطيه، وادي ربع كوباية من الزيت، عندي كمان الزبادي، الزبادي بيطري جدا، والكاتشب من الحاجات اللي بتدي طعم وكمان بتدي لون لطيف، خصوصا ان احنا نعمل الشيش النهاردة في الفرن، الكاتشب هيخليه ياخد لون حلو جدا في الفرن تحت الشواية كده، يخلي لونه لطيف ويخلي فيه طعم مسكر شوية. ودي التوم، وكل بقى البهارات بتاعتنا
بصل بودر وزعتر وحبهان وقرفه وكمون، كل ده هنحطه. ونحط كمان الملح والفلفل، ادي الفلفل الاسود وادي الملح. تمام كده، كده ضفنا كل المكونات بتاعتنا. تعالوا نقلب بقى تقليبة كويسة. يفضل ان انا انقع الفراخ بتاعتنا دي في التتبيلة، يعني يفضل من بالليل، هتبقى ألطف كتير وهتبقى طعمها حلو قوي. اما لو مفيش وقت فسيبيها ساعتين على الاقل، كل ما قعدت في التتبيلة كل ما كان سواها اسرع، كل ما كان طعمها احلى. شايفين شكلها حلو جدا، ريحة التتبيلة كمان فظيعة، جميل جدا. بعد ما اسيبها ساعتين على الاقل، او ان انا ابيتها في التلاجة ليلة كاملة وده بيبقى افضل، هنجيب صينية ونبدأ نحطها فيها وندخلها الفرن. كل ده بعد ما نتأكد ان هي اتبلت كويس وسبناها مش اقل من ساعتين. واحط معاها بقى كل الخضار، ادي الطماطم، البصل، عايزه تشكيها في اسياخ الشيش مفيش مشكله، بس طالما هنعملها في الفرن وهتتقدم على الرز مش محتاجين الاسياخ. هحط كله كده، يبقى كده قلبنا الخضار كمان مع الفراخ والتتبيله ووزعناهم في الصينيه. حلو قوي، تمام كده. تعالوا بينا بقى نغطي الصينيه بتاعتنا كويس وندخلها فرن يكون حامي جدا جدا، مشغلاه من قبل ما ابدا بربع ساعه، او من قبل ما ادخل الصينيه بربع ساعه علشان يغلي معانا بسرعه. هنحطه كمان على ارضيه الفرن ربع ساعه بالظبط، وبعدين نرفعه على الشبكه. ومعانا فاطمه، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملة ايه يا حبيبة قلبي؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيبة، والعالم طيبة. الإسلامي كله وكاست القناة كله، كل أحد بإسمه بعد ما انساش حد مش هسمي تاني. وعايزة أقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أنا جئت بأشعر الله أكبر، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عليه افضل الصلاة والسلام. مبروك عليك وعلى اولادك وعلى بناتك والقناة والقائمين عليها جميعا يا رب. امين يا رب. يا رب، وصلى الله على محمد وعلى ال محمد واصحابه اجمعين. عليه افضل الصلاة والسلام. نورتينا يا حاجة فاطمة واسعدتينا بكلامك الجميل. يا رب ان شاء الله سنة سعيدة على كل الناس في كل الدنيا ان شاء الله. تعالوا بينا بقى، بعد ما حطينا الشيش طاووق، بعد ما تبلناه وحطينا معاه الخضار وغلفنا كويس الصينيه بتاعتنا وقفلناها كويس، حطيناها على ارضيه الفرن، هتقعد ربع ساعه تغلي بس كده، وبعدين ارفعها على الشبكه نص ساعه كمان وارفع الغطا خالص واسيب الشوايه بقى تحمر الشيش طاووق. تعالوا بينا كمان عشان ندخل البطاطس بتاعتنا الفرن. زي ما قلنا ده حوالي كيلو من البطاطس متقطع مكعبات الى حد ما كبيره شويه، هنتبلها وندخلها برضو الفرن، هتبقى طعمها حلو قوي وفي نفس الوقت خفيفة جدا. ادي البطاطس، ممكن تعمليها بقشرها مفيش مشكلة خالص، بس اهم حاجة تكون مغسولة كويس. هنحط بقى كل التوابل اللي هي عبارة عن بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وشطة لو حبة، وطبعا ملح وفلفل. ادي الملح وادي الفلفل. وعندنا ربع كوباية من الزيت، وتعالوا بينا نقلب المكونات كلها مع بعض عشان البطاطس تشرب كده كلها وتتغلف كلها بالتتبيلة. والفرن سخن قوي، هنحط على الرف الوسطاني ونسيبها بقى تتشوي وتاخد لون لطيف وتطلع بقى عشان تتقدم مع الشيش ومع الرز اللي احنا لسه هنعمله. نفردهم كده عشان كله يستوي نفس التسوية، ما نخليش حاجة فوق حاجة. تمام،
ويلا بينا ندخلها فرن حامي على الرف الوسطاني. مش عايزين نغطيها ولا حاجة، احنا عايزين نشويها، مش عايزينها تجيب ميتها. وتعالوا بينا بقى هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع نعمل الرز بالزعفران، وبعدين نشوف الأكلة دي كلها هتتقدم ازاي. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني. قبل الفاصل عملنا شيش طاووق وتبلناه، وقلنا المفروض ان هو يبات في التتبيله ليله في الثلاجه او ساعتين على الاقل. بعدين حطيناه في صينيه وحطينا معاه كل الخضار اللي هو بصل وطماطم وفلفل الوان، وغلفناه بورق الومنيوم وحطيناه على الارضيه بتاعه الفرن علشان يغلي بسرعه، وبعد كده هنرفعه على الرف الوسطاني لغايه ما يستوي، نشيل الغطاء اللي هو الالومنيوم ونسيبه يتحمر. تمام، ده الشيش. البطاطس تبلناها بالتتبيلة اللي احنا قلنا عليها وفردناها في صينية ودخلناها برضو فرن حامي على الرف الوسطاني. تعالوا بينا بقى نكمل بقية الوصفة اللي هي الرز. يلا بينا بقى نحط في حلة على النار، هنحط فيها معلقتين سمنة وشوية زيت صغيرين، حبه بقى زيت صغيرين. ودايما بنحب نحط السمنه مع الزيت واحنا بنعمل الرز، السمنه طبعا للطعم والزيت علشان يديها لمعه حلوه. هننزل دلوقتي بالرز بتاعنا ونديله تشويحه. يفضل انك تكوني نقع الرز نص ساعه ومصفياه كويس، ونديله بقى تشويحه كده. واحنا بنشوحه هنحط معاه كل البهارات الحصر، عودين من القرفه، خمس فصوص حبهان، وخمسة قرنفل، وخمسة فلفل حصى، ونقلبهم مع بعض. زي ما قلنا واحنا بنختار الرز البسمتي، اختاريه رزاية طويلة، وانا افضل الرز الابيض، الرز الذهبي. اختار الرزاية طويلة، اختاريها رفيعة، يبقى طويلة ورفيعة وكمان لونها كله زي بعضه، ما فيهوش اي نقط مختلفة او نقط بيضة كده، ده بتبقى رطوبة في الرزاية وبتخليها تتكسر مننا واحنا شغالين فيها. بعد ما نشوح الرز كويس مع البهارات الحصى، هنضيف الملح مش كتير عشان عندنا طبعا شوربة، ولكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين من الشوربه، ويفضل طبعا ان الشوربه تكون بتغلي والرز سخن اهو. وننزل بالشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل كوبايه كوبايتين من الشوربه. خلاص كده الرز اتعمل، هنغطيه ونستنى يغلي يتشرب كويس، وبعدين نبتدي نضيف له الزبيب والزعفران. هنسيبه بقى يغلي ويتشرب على نار عاليه. وتعالوا نقول مقادير الكيك. النهارده هنعمل كيك القهوه، كيكه سهله وسريعه وبتبقى هشه ولذيذه جدا، كمان طعمها حلو قوي، وللناس اللي بتحب القهوه هيبقى حاجه بالنسبه لهم لذيذه جدا. يلا بينا نشوف المقادير. عندنا كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه زيت، يبقى كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، كوبايه من الزيت، اربع بيضات، معلقتين كبار من القهوة سريعة الذوبان، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ربع كوباية من الكاكاو الخام، كوبايتين ونص من الدقيق، دقيق يكون منخول مرة واثنين وتلاتة علشان يديكي نتيجة هشة، معلقة صغيرة من الفانيليا، وذرة ملح. دي مقادير الكيك، مقادير سهلة وبسيطة تلاقيها عندك في البيت، تقومي تعمليها على طول إن شاء الله تديكي نتيجة هايلة جدا. الكيكة دي هنعمل لها صوص حلو قوي يتقدم معاها، هيبقى عبارة عن 8 مكعبات من الجبنة الكريمي، نص كوباية من اللبن البودر، عندنا كمان نص كوباية من السكر البودر، نص كوباية من الكريم شانتيه، وكوباية لبن سائع، عندنا كمان معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، ومعلقة كبيرة من الكاكاو، وهنزين بشوكولاتة مبشورة. دي المقادير، ويلا بينا بقى علشان نشتغل ونعمل الكيك.
ودايما قبل ما نعمل الكيك لازم اجهز القالب اللي هنحط فيه ونسوي فيه الكيك، ويكون الفرن بتاعنا كمان شغال على درجة حرارة 170. القالب مدهون زبدة ومتبطن بالدقيق وجاهز معانا. تمام، هو قالب حوالي مقاس 26، الفرن شغال على 170 علشان يبقى سخن. اول ما ابتدأت اشتغل شغلت الفرن وكل المكونات بتاعتي طلعتها من قبل ما نبدأ بربع ساعة علشان تاخد حرارة المطبخ. ويلا بينا بقى، ادي البيض، 4 بيضات، ومعانا مدام عبير. اهلا وسهلا. ايوه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ انا بحب حضرتك جدا. ميرسي يا روحي، تسلمي لي، كلك ذوق. انا لو سمحتي بس عندي سؤال. اتفضلي. لو سمحتي انا عايزه اعرف احط قد ايه عصير ليمون وقد ايه ملح على كيلو زيتون عزيزي. انا شقيته ونقعته وبقالي 3 ايام بغير عليه ميه. تمام، كيلو الزيتون هتحطي عليه قد ايه ليمون وتحطي عليه قد ايه ملح؟ تمام. ايوه هقول لك بقى، كل كوباية مية هتحتاج معلقة كبيرة، يعني معلقة الأكل اللي بناكل بيها دي هتمليها كده ملح وتدوبيها في كوباية المية، يبقى اللتر عليه 4 معالق كبار من الملح. هتعرفي انت تحتاجي لتر ولا لترين على حسب ما تحطي البطرمان وتحطي الزيتون فيه. تشوفي بقى تحتاجي لتر من المية ولا لترين، يبقى كل لتر عليه 4 معالق كبار من الملح، كبار كبار مليانين كده. تمام، وتدوبيهم كويس، وتحطي على كل لتر حوالي نص كوبايه من عصير الليمون. تمام كده، وتضيفيها على الزيتون. احتاجتي لتر تاني هتعملي زي ما قلنا، يبقى لتر تاني عليه 4 معالق ملح تاني عليه نص كوبايه ليمون تاني. تمام، بألف هنا يا رب. حطينا البيض، حطينا كوبايه السكر، هنحط كمان معلقه صغيره من الفانيليا ونبتدي نخفق المكونات دي مع بعض كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخفق البيض مع السكر والفانيليا لغاية ما لونهم يبيض وقوامهم يتقل، وبعد كده عندنا الزيت هننزل بيه سرسوب رفيع واحنا بنضرب المكونات مع بعض. عايزين نبص بصه كده على الرز بتاعنا اخباره ايه؟ شغال تمام، لسه فاضل له شويه على بال ما يشرب بقيه الشوربه بتاعته، هنسيبه وتعالوا بينا نكمل. ومعانا منى. ازيك يا منى؟ الو الو، اهلا وسهلا. عايزه كيف عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، انت اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وسعيده يا روح قلبي. الله يخليك يا رب، انا بعمل كل حاجاتك وكل حاجتك حلوه قوي. ربنا يكرمك، ده من ذوقك بس والله. الله يخليك يا رب. تسلمي يا روح قلبي. بصي انا اكيد عملت العجينه تطلع حلوه وطريه وكل حاجه. تمام. بس بحس ان هي من جوه فيها لبابه زياده. فيها ايه؟ فيها لبابه، يعني فيها ايه؟ مش هشه قوي، مش هشه قوي. طيب بصي، يعني حاولي لما تيجي تشكلي، انت كنت مشكله ايه؟ طيب معلش قولي لي كنت مشكلاها عباره عن ايه؟ كنت عامله ايه؟ كنت عامله سندوتش لانش فينو. اللي هو المحشي؟ لا هو ما كانش محشي اليوم دوت، كنت عامله الفريزر برضو منه. تمام، لما تيجي تعملي العيش الفينو ما تعمليش كوره كده وخلاص، يعني فرديها واعمليها رول
وحطيها، ده بيخليه العيش من جوه يبقى مورق. وكمان لازم تحطي بيكنج باودر في العجينه، والخميره بتاعتك تكون خميره كويسه، وتسيبي العجينه تخمر قبل بعد العجن وبعد التشكيل. يبقى العجينه لازم تخمر مرتين عشان تبقى هشه والهواء يدخل لها فتبقى خفيفه معاكي، حتى لو هي فيها البابه من جوه تبقى هشه وفاضيه كده، ما تبقاش مكتومه ومعجنه. تمام، خدتوا بالكم ان انا عملت ايه؟ ميرسي يا منى لاتصالك خالص. انا دوبت القهوه سريعه الذوبان في اللبن، وهنضيفه بقى دلوقتي على خليط البيض وكمان السكر والفانيليا والزيت. يلا بينا، بسم الله. دي كل مكوناتنا السائلة، بيض، زيت، لبن، حطينا كمان السكر والفانيليا. وتعالوا بينا بقى نخلط المكونات الجافة اللي هي الكاكاو، ولازم الكاكاو تنخليه كويس عشان احيانا بيبقى مرطب وبيبقى فيه تكتلات صعب ان هي تفك معاكي وانت شغالة. وادي البيكنج باودر وذرة من الملح. دي كده المكونات الجافة، هنخلطها، ولو نخلناها دلوقتي كمان قبل ما نضيفها هتبقى أظرف. يعني كل ما الدقيق الكيك اتنخل كل ما اداكي كيكة هشة وعالية كده. يلا بينا بقى نحط الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر والملح ونخلط. بسم الله، على أقل درجة وأقل سرعة. اول ما تلاقي ان مكونات الكيكه خلاص امتزجت مع بعض وقفي، وهنلم كل الجوانب بتاعتها كده وننزلها عشان ما يبقاش فيه اي كتل دقيق جوه الكيكه. واتفقنا ان القالب مدهون زبده مرشوش بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي نوزع الكيكه بتاعتنا في القالب. ريحتها حلوه قوي وريحه القهوه باينه فيها جدا. طيب لو حد قال لي انا مش عايزها بالقهوه، هتشيلي القهوه من المقدار وهتبقى كيكه زي الفل، ده على حسب الذوق. خلصنا فرننا، فرننا والع وشغال على 170. تمام، نبص كده على البطاطس لو كده نطلعها ونحط الكيك. هي جدا بصوا لونها، بصوا لونها جميل قد ايه. يلا بينا بقى ندخل الكيك بتاعنا الفرن علشان يستوي على درجة حرارة 170 على الرف الوسطاني. هتاخد حوالي 40 دقيقة، وبعدين نختبرها كده بستكس. لو لقينا الستكس طلع فاضي يبقى كده تمام الكيك استوى، لو لسه فيه معرق شوية نسيبها 5 دقايق كمان وبعدين نبص عليها. وقبل ما نطلع فاصل تعالوا نبص على الرز بتاعنا، ما شاء الله اتشرب وبقى زي الفل. بصوا معايا كده اعرف منين ان الرز اتشرب؟ هتلاقي في حفر مكان ما كانت المية عمالة تغلي، بقى في حفر في الرز، ده دليل على انه خلاص شرب كل المية. حطيت على بودرة الزعفران شوية من المية صغيرين جدا وقلبها عشان اضيفها للرز. بسم الله، انا ضفتها على نص الرز وهسيب الرز التاني او النص التاني من غير زعفران عشان يبقى شوية ابيض وشوية اصفر. واحط الزبيب كده على الوش وهدي النار خالص خالص
واسيب الرز بتاعي بعد ما اغطيه على نار هاديه وخليه بقى يستوي، ونطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول نشوف هنعمل ايه تاني. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياك. قبل الفاصل عملنا كيك القهوة، سهلة ولذيذة جدا. بصوا بعد ما بتستوي بقى بتبقى عاملة ازاي، هشة خالص وكمان طرية في منتهى الجمال، ولونها حلو قوي. شايفين شكلها قد ايه جميل وعالي كده، وباين عليها ان هي هشة خالص. ان شاء الله نقطع منها حتة بس بعد ما نعمل الصوص. كمان تعالوا نطمن كده الرز اخباره ايه قبل الفاصل. بعد ما تشرب الشوربه بتاعته كلها، حطينا الزعفران بعد ما دوبناه في شويه ميه على نص الحله، والنص التاني ضفت عليها الزبيب علشان الزبيب يستوي على البخار احسن كتير ما نحمره. خلاص كده الرز ايه دخل في التسويه والشيش في الفرن بيستوي. وتعالوا بينا بقى نعمل الصوص للكيك. وقلنا الصوص هيبقى عباره عن ايه، 8 قطع من الجبنه المربعات، ادي تمام كده حطيت. حاول افكهم كده بضرب شويه، بعد ما فكيت الجبنه نضيف بقى عندنا نص كوبايه سكر بودر، نص كوبايه كريم شانتيه، وعندنا نص كوبايه لبن بودر، وقهوه سريعه الذوبان دي هدوبها في اللبن، ما احطهاش كده لانها ممكن تفضل فيها شويه تكتلات، فهنضيفها في اللبن وندوبها. واحط المعلقه من الكاكاو ونقلب ده كويس. القهوه لما بتتدوب في السايل بتفك معانا بكل سهوله. يبقى كده حطينا كل مكونات الصوص، واضيف اللبن بقى واخلط كله مع بعض كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد الجوانب وننزلها علشان كله يمتزج مع بعض، عشان الجبنة بتبقى تقيلة شوية فممكن تركز شوية في الجوانب. يلا ونخفقهم مرة كمان ونضربهم تاني علشان كله يفك. هايل جدا، خلاص كده الصوص اتعمل. وتقدري تتقليه وتخففيه على حسب ما انت عايزه، هو كده قوامه حلو جدا. لو عايزه اخف من كده شويه هتزودي معلقتين ثلاثه من اللبن. معانا مين؟ اماني، اهلا اماني. الخط قطع، حاولي تسلبينا تاني يا حبيبتي. تمام يلا بقى. لسه شويه، خليها شويه كمان. تعالوا نحط بقى الصوص على الكيك.
نبتدي نوزع الصوص. شايفين قوامه حلو قوي. زي ما قلنا لو عايزاه اخف شويه ممكن تضيفي له معلقتين من اللبن، هيخف شويه القوام بتاعه. ومعانا ام مصطفى، اهلا وسهلا. الو الو الو. ايوه الو. ايوه ايوه اهلا وسهلا. ايوه ايوه حبيبتي اتفضلي. انا ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. انا عايزه طريقه تخليل زيتون التفاحي. حاضر. وهل بيتحط له ميه ولا ليمون بس؟ لا بيتحط له، ممكن تحطي له ميه، ممكن تحطي له تحطي له كرفس وجزر وتشققيه عشان لو عايزاه يستوي بسرعه. تمام. وبتعملي له ميه مش كتير، ليمونه بيبقى اكتر. يعني مثلا لو هتحطي نص لتر من الميه عليها معلقتين كبار او ثلاثه كمان من الملح علشان تحطي بقيه اللتر من الليمون. يعني نص لتر عصير ليمون، نص لتر ميه، عليهم ثلاث معالق كبار من الملح وتضيفيهم. لو حسيتي انك انت عايزه تحطي كمان ميه بتضاعفي الكميه. الو. ميرسي لاتصالك. وادي الكيكه وهنخلي بقيه الصوص للتقديم. ولو عندنا كريز ممكن نحط عليها وحدات كريز كده. طالما عندنا كريز لازم نزين بيه، صح؟ طب شفتوا؟ حاضر حاضر. عشان خاطرك يا استاذ حمدي والله مش هتكلم. امين يا رب امين يا رب. ادي كيك القهوه شكله حلو قوي. انا عايزه افتح كده ونقطع حته كده ونشوف الدنيا شكلها ايه. لو معانا طبق صغنون هنا. مفيش طبق صغنن خلاص، لما نطلع فاصل ونرجع نبقى نقطع حته على بال ما نجيب طبق صغير كده. نحط بقى شويه شوكولاته كده على الحرف. حلو جدا. يلا هنطلعها لقدام وننضف حوالينا ونعمل السموزي الكريز بالموز والفراولة. عصير هايل جدا مرطب كده في الحر. وطبعا كل الفاكهة دي متوفرة، ولو الفراولة مش موجودة بتبقى موجودة متفرزة في السوبر ماركت. نقول المقادير. مقاديرنا هتكون عبارة عن ايه؟ عندنا 2 موزة كبيرة، وعندنا كريز يعني حوالي ربع كيلو او 20 حبة كده من الكريز مخليين، وعندنا كوباية من الفراولة المجمدة، وعندنا كوباية حليب متلج، وكوباية تلج مجروش، واتنين معلقة كبيرة من العسل الابيض. ويلا بينا بقى نخلطهم كلهم في الخلاط. ادي الكريز طبعا لازم يكون منزوع النوى ونخلي بالنا. تمام. ادي الكريز منزوع النوى، وادي التلج، وادي الفراوله المتجمده زي ما قلنا متوفره في السوبر ماركت، ممكن تشيليها من الوصفه لو ما لقيتيهاش. عندنا كمان ادي الموز. وادي الموزه الثانيه. وادي كوبايه من اللبن. حاولي تبقى اللبن متلج، ولو متجمد كمان شويه بيبقى افضل ونتيجته احسن. ونحط معلقتين كبار من العسل. اظن كده هيبقى طعمه حلو جدا. العسل بيديله طعم حلو جدا، وكمان قيمته الغذائيه هتبقى عاليه. الكريز من الحاجات اللي فيها مضادات اكسده، بتبقى لذيذه جدا للولاد.
تعالوا بينا نخلط كل المكونات دي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة تحفة، والطعم كمان بيبقى فظيع جدا. نروق كده، نجيب الكاسات بتاعتنا. ممكن نعمل ايه بقى؟ ان شاء الله. حاضر. نبص بقى قوام السموزي، حلو قوي. ومعانا منى. الو، اهلا منى. الو الو، ايوه يا منى، ازيك؟ اي طنط، انا بحب حضرتك قوي. تسلميلي يا منى، تسلميلي وتعيش يا رب. ايه الاخبار؟ انا متابعة حضرتك على اليوتيوب كمان. الله، منوراني. عندك كام سنة يا منى؟ عندي 12. ما شاء الله. بتخشي المطبخ مع ماما؟ ايه؟ بتدخلي المطبخ مع ماما؟ بدخل، وجربت من حضرتك الكيس طاووق بس اللي في الاكياخ. وجربت كمان الجاتو شاتو. الله عليكي، شطوره ما شاء الله. تسلم ايديكي وتسلم ايدين ماما. كل سنه حضرتك طيبه. وانت طيبه يا روح قلبي، وكل حبايبك وكل اهلك بخير يا روحي. ليكي اي سؤال يا منى؟ ميرسي يا منى، تسلميلي. ايه رايكم؟ شكله هايل جدا، وطعمه حلو جدا، مفيد كمان، صحيا جدا جدا. ايه رايكم بقى نطلع فاصل صغير خالص ونرجع بقى علشان نقدم الرز بتاعنا والشيش والبطاطس؟ اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، وتعالوا بينا نقطع حتة من الكيك ونشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، بصوا الكيكة قد ايه هشة ومفرغة، تحفة جدا، شكلها روعة جدا، هشة باينة جدا جدا قد ايه هي هشة ومفرغة وجميلة. بصوا على الكيكة كمان من هنا، ريحتها مش قادرة اقول لكم ريحتها جميلة قد ايه. وتعالوا بينا بقى نغرف الرز بتاعنا والشيش والحاجات الحلوة اللي احنا عملناها. يلا، الرز بتاعنا استوى بقى جميل جدا، هتلاقوا بقى لونين مختلفين خالص. بص اللون الاصفر، ويدي اللون الابيض. تحفة، وريحته هايلة.
بصوا قد ايه الالوان بتاعه الرز حلوه قوي وريحته جميله جدا، والزبيب استوى احلى كتير ما نحمره، ولما بيتحمر ولو اتلسع مننا بيبقى مر ومش حلو خالص. عندنا بقى البطاطس، شايفين بطاطس لما اتشوت في الفرن واتحمرت كده، اولا ما شربتش زيت كتير، تاني حاجه ان لونها كمان حلو قوي ومقرمشه ولذيذه جدا. بصوا هبدا اوزعها طبق بقى متكامل. ممكن ناخد دي اسرع. في المقادير احنا حطينا شطه للبطاطس، لو مش حابه تحطي شطه مفيش مشكله على حسب الذوق العام. بس قد ايه لونها جميل، شكلها يفتح النفس. خلاص وزعنا البطاطس، فاضل معانا ايه؟ فاضل معانا الشيش اللي في الفرن. تعالوا بقى نطلعه بعد ما بيستوي، بيتحط تحت الشوايه عشان ياخد لون. هايل جدا، خد لون لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا طريقه جديده لتقديم الشيش وسهله وسريعه. تقدري كمان انك تعملي فحمايه لصينيه الشيش بعد ما تستوي بالشكل ده، انك تولعي فحمايه وتحطيها في نص الصينيه وتغطي عليها تاني وتسيبيها بقى الفحمايه تديها ريحه التدخين بتاعه الفحم، هتطلع معاكي هايله جدا كانك شاويه على الفحم، والطعم كمان مفيش كده. لو عندك عزومة هتبقى حاجة مشرفة جدا، طعمها لذيذ وشكلها كمان مختلف. شايفين كمان الخضار، الفلفل، الطماطم، الفلفل الألوان والبصل والطماطم عاملين برضو ألوان جميلة وبرضو قيمة غذائية. يعني حطينا كل حاجة هنا، خضار، لحوم، رز، وكمان البطاطس. تمام، هي دي الطبق بتاعنا، حلو قوي. هنزينه ببقدونس وبصل، بصل كده عليه سماء وشويه ملح صغيرين، نحطهم كده في الاركان. ورشه بقدونس بقى علشان اللون كمان والريحه، وطعم البقدونس بيبقى لطيف. سيرفيس حلو قوي قوي لو عندي عزومه بكيلو من اوراق الفراخ، عملنا شايفين سيرفيس طويل عريض يكفي عدد من الاشخاص، وان شاء الله ينال اعجابكم. عملنا مع بعض النهارده الشيش بالرز والزعفران، عملنا كيك القهوه زي ما انتم شايفين شكلها هايل جدا، ريحتها وطعمها في منتهى الجمال، وعملنا سموزي الكريز والموز والفراوله. يا رب الاطباق النهارده تكون عجبتكم وتكون سهله ان شاء الله جربوها. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي بتسعدني كتير جدا على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه بوحاتي، وعلى البيج بتاعتي فاطمه بوحاتي بالعربي وبالانجليزي. سعدت جدا ان انا كنت معاكم النهارده، سعدت جدا بمكالماتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.